بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلبة، قسم اللغة العربية، المرحلة الثالثة مسائي، شعبة أليف باء وجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وعلى بركة الله محاضرة هذا اليوم الخميس الموافق 3/4 للدراسة المسائية، بعد ما تم إنجاز محاضرات الإرشاد النفسي، نبدأ بمحاضرات الصحة النفسية. طبعا بالبداية يذكر تاريخ الصحة النفسية وكذلك تعريف الصحة النفسية. فتعريف المنظمة العالمية للصحة النفسية بأن الصحة النفسية هي حالة من السعادة الكاملة جسميا وعقليا واجتماعيا، ولم تكن مجرد الابتعاد عن المرض أو العاهة من العاهات. لهذا نجد أن اهتمام بالصحة النفسية اهتمام واضح جدا في هذا المجال، إلا أن هنالك مفهوم التوافق مرادف لمفهوم الصحة النفسية. فمفهوم التوافق هو يهتم بالجانب البيئي، بينما الصحة النفسية تهتم بالجانب الشخصي. هنالك سوء توافق ومرض نفسي. كيف نتعرف على سوء التوافق والمرض النفسي؟ من خلال بعض المعايير وبعض النقاط المهمة. فعلى سبيل المثال، أن الفرق بين الشخص السوي والشخص الغير سوي بالدرجة، من حيث الإدراك الفعال للواقع، من حيث معرفة الذات، من حيث القدرة على ممارسة السيطرة الإرادية والإدارية والطوعية، كذلك قبول واحترام الذات والقدرة على تكوين علاقات ودية مع الآخرين والإنتاجية في حياته اليومية. كذلك لو تطرقنا إلى موضوع الصحة النفسية والتوافق، فنجد أن التوافق ما هو إلا عبارة عن أنه يكون الفرد صحيح نفسيا، وهو الذي يعي دوافعه وسلوكه بحيث أنه يكون مؤثر في البيئة التي يعيش فيها. في حين نجد أن الصحة النفسية هي القدرة على التعامل مع مطالب الحياة اليومية دون أن يرهق نفسه أو أن يبذل من طاقته أكثر مما يستطيع أن يتطلب الموقف، ومن ثم يستشعر أنه كفو للمواقف المختلفة ويستطيع التعامل معها بإيجابية وبانتظام، ويفكر بوضوح ويسيطر على انفعالاته ويفي بالتزاماته ويستمتع بحياته، وتكون له بأغلب أنه يتمتع بعلاقات اجتماعية سوية طيبة مع الآخرين، وهذا هو يكون الصحيح نفسيا. إلا أنه نجد أن هنالك معايير للصحة النفسية. من هذه المعايير أو من هذه النقاط المهمة التي تميز الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية، أنه شعوره بالأمن، درجة معقولة من التقويم الذاتي، كذلك أهداف حياته تكون واقعية، كذلك يكون لديه اتصال بالواقع جيد، تكامل وثبات في الشخصية، طبعا هذا الثبات يكون نسبي، والقدرة على التعامل مع الآخرين، وكذلك الانفعالية والاتزان الانفعالي والاستقرار الانفعالي. هنالك معايير للصحة النفسية. من هذه المعايير هو المعيار الإحصائي، والمعيار المثالي، والمعيار الاجتماعي، والمعيار الذاتي، والمعيار الطبي، والمعيار التفاعلي، وكذلك المعيار الانفعالي أو المعرفي. بالنسبة إلى المعيار الإحصائي، بأنه كيف نستطيع أن نستدل بأن هذا الشخص هو صحيح نفسيا والشخص الآخر هو غير صحيح، من خلال الجانب الإحصائي، المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، من خلال التوزيع الاعتدالي في الجانب الطبيعي وهذا. أما بالنسبة للمعيار المثالي، بأنه الإنسان يقترب إلى التكامل والكمال، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يحقق هذا من خلال التعامل مع الآخرين، ولو هو أنه حالة صعبة جدا أنه يصل الإنسان إلى درجة الكمال، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك لدينا معيار آخر هو المعيار الاجتماعي. نعم.